السابع والعشرون من نوفمبر، الإعلان في نواكشوط عن تنحية قائد الحرس الرئاسي وتعيين قائد جديد للكتيبة المكلفة بحراسة رئيس الجمهورية، ساعات قبل مغادرته العاصمة متجها إلى مدينة يكجوجد حيث ستخلد احتفالات ذكرى 59 لعيد الاستقلال الوطني. قرار جاء بعد حديث عن التخطيط لمحاولة انقلابية على الرئيس المنتخب قبل 3 أشهر فقط. حبست الأنفاس بعد الخطوة التي جاءت في توقيت زماني ومكاني دقيق جدا. الرئيس يغادر نواكشوط بعد تأخر الرحلة عن الموعد المحدد أو المعلن سلفا ليصل يكجوجد ويتجه إلى مقر إقامته. لم يكن قرار تغيير قائد حرس الرئيس الإجراء الوحيد المتخذ مع كتيبة أمن الرئاسة، بل تجاوز ذلك إلى إبعاده عن المشاركة في العرض العسكري وتكليف عناصر بحماية الرئيس. ما حدث في اليوم الذي سبق الاستقلال من إقالة قائد كتيبة الأمن الرئاسي، من إخراج الكتيبة من المدينة، من نزع صلاحياتها التي تحملها كعنوان وهي الأمن الرئاسي، بغض النظر عن الحديث هل هو انقلاب هل هو كذا، هذا لا يمكن تفسيره إلا بمحاولة انقلاب أو اغتيال أو احتجاز، لأنه نزع ثقة من قائد عسكري في هذه الظرفية ساعات قبل وصول الرئيس للمدينة التي كان يتولى تأمينها، ساعات قبل ذكرى الاستقلال، لا يمكن أن يحدث إلا بوجود مؤشرات بل معلومات عن خطر يتهدد الرئيس مصدره هذه الكتيبة. كتيبة الحرس الرئاسي خلقوا فيها تغييرات ولا هم اللي في أي وقت خلقوا فيها تغييرات آخر دقيقة، لما كان عناصرها متواجدين في كجوجد للقيام بتأمين الرئيس أثناء حفل تخليد ذكرى 59 لاستقلال البلد. الإجراءات التي قامت بها السلطات العسكرية تجاه قائدي بازيب القائد ومساعده تشير إلى أحد احتمالين، إما أن عبد العزيز تحرك في أصدقائه الأمنيين والعسكريين لعمل شيء ما لا نعرف طبيعته، أو إما أن السلطات العليا في البلد الحاكمة الآن أرادت أن تلفت انتباه من الجدل السياسي إلى جدل أمني يضع خصمها الآن في الزاوية. الإجراء الأمني الذي وصفه وزير الدفاع حنان والحنان لاحقا بالاعتيادي جاء كخطوة فسرها المراقبون بالاستباقية بعد تفجر أزمة مرجعية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم. نقبلوا عناصر من مادة أخرى، والله زاد من وحدة أخرى من الجيش، أعتقد عنها وحدة كتيبة الميواليين رقم 1 بريمير بسبي، هم اللي كانوا يقوموا ذيك المهمة اللي كان يلا يقوم بها بازل. هذا خلق بصيفته ذي يا خير، ما ليس مهلا بالضرورة ولا من الإلزام أن يقول حد هذا كانت محاولة انقلابية. ربما أراد النظام توجيه اهتمام الرأي العام إلى الموضوع الأمني. أقال قائد كتيبة الأمن الرئاسي، ثم كلف في اليوم الموالي كلف كتيبة التدخل الخاص بأس بتأمين الأنشطة الرئاسية في كجوجت، طرد أو أخرج على صح عشرات سيارات بازيب من مدينة كجوجت وتركهم معلقين في العراء. بعد ذلك بأيام أقال مساعد كتيبة الأمن الرئاسي المقدم شيخ القطب. بعد ذلك وفي يوم وفي وقت آخر قام بتحويل قائد كتيبة الأمن الرئاسي كضابط احتياطي في وادي بو ومساعده كضابط احتياطي في المنطقة السادسة بتجنين. صحيح أن للتخوف الأمني والاحتراز دوره في أنه بدل أن نتفادى الخطر، بدل أن ننتظر حتى نرى بوادر الخطر أحسن نتفاداه، لكن لا يمكن تبرير هذه الإجراءات، إجراء الإقالة وإجراء إبعاد الكتيبة، إلا بتخوف أمني خطير من خلال استغلال هذه الكتيبة، ومعروف علاقتها الرئيس السابق محمد العبد العزيز بهذه الكتيبة، فهي نشأت على يديه، وغالبية أعضائها، غالبية المنتمين لها خلال أكثر من 20 سنة كان يبدو كما لو كانت علاقتهم شخصية أكثر من هي مؤسسية، وكما لو أنهم جزيرة
داخل المؤسسة العسكرية منفصلة عن بقية الجسم العسكري. آخرون رأوا أن ما حدث مع الأمن الرئاسي لم يكن مجرد إجراء اعتيادي، إبعاد كل مقرب الرئيس السابق والتحقيق معهم وأوامر بعودة الكتيبة إلى العاصمة بعد إبعادها خارج الجوشة طيلة مقام الرئيس في المدينة. وجاءت التحويلات داخل قادة الكتيبة لترجح فرضية محاولة الانقلاب. حتى ما بدي أي شيء لا يهدد الأمن، والله قد يعدل على القائد العام للبلد والقائد العام للقوات المسلحة على أنه ما هو سيطر، والله على أنه ما هو شيء، والله قد يؤدي بالبلد لا بد من مس. إذا أنه مس تغيير الأمن الرئاسي بالفعل أثار شكوك وأثار شائعات لدى الرأي العام، محاولة انقلابية أو التفكير فيه على الأقل. وإدخال الكتيبة التدخل الخاص بأس لتأمين الأنشطة الرئاسية في جوجت، ثم إقالة المساعد كتيبة بازب، ثم الإجراء السادس تحويل قائد بازب إلى ضابط احتياطي في نواذيبو ومساعده إلى ضابط احتياطي في تجنين. كل هذه الإجراءات لا بد لها من سبب، لا يمكن أن تكون قيمة بها من دون حدث أو توجس أو إرادة. الرئيس السابق محمد عبد العزيز استشعر خطر الخروج من اللعبة، سواء من حيث ديت أو من حيث الإقالات التي وقعت لمقربين منه. بالتالي بدأ تلافي الخروج من اللعبة بشكل نهائي وإحراق الأوراق التي كان يعتمد عليها. ومن الواضح أنه كان عنده عنوانين أو ورقتين بارزتين، هما الحزب بصفته مؤسس له، ثم كتيبة الأمن الرئاسي بصفته كذلك مؤسس لها، ويعني رجل ثقة لدى وربما رجل منة لدى كل منتسبيها. قطع ذيك الشائعات اللي كانت تنقال على أن ربما ما دام في جزء من قوات المسلحة ما هو تابع للأمن وعنده استقلالية وحده، وربما يعود تابع لشخص الرئيس السابق، من هذا ربما يثير الشكوك في أنه يتم العملية اللي فيها اقتلال. أزمة بدأت مع عودة الرئيس السابق محمد عبد العزيز إلى نواكشوط منتصف نوفمبر بعد 3 أشهر من مغادرته السلطة ليدخل معتركا سياسيا. كان الخلاف بين مؤيديه ومعارضيه بدايته مع إعلان قيادات في الحزب الحاكم رفضها مرجعية عبد العزيز وعودته إلى قيادة الحزب. كانت الخطوة اللاحقة هي زيارته للحزب واجتماعه بلجنة التسيير، ولا أعرف هل كانت ردة فعل في تلك الليلة. وصل عبد العزيز على غير عادته، صافح الجميع على غير عادته، تحدث بصراحة زائدة أنه هو صاحب الحزب ومن لا يريد الحزب يخرج، ولكن امتنع عن الكلام، وكانت في كل زياراته يتحدث في هذا الحزب. إذن الموضوع غير طبيعي بالمرة. لكن القشة التي قضمت ظهر البعير حسب اعتقاد البعض هو زيارة الرئيس السابق محمد عبد العزيز لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، والاجتماع بلجنة التي تسيره، واعتباره بأنه هو المرجعية الرئيسية لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، و بأنه مجرد هذا الحزب مجرد داعم، وأنه لا يتعلق، ليست له علاقة بالسلطة، وهو ما اعتبر نوع من نزع الغطاء السياسي الذي كان لدى النظام، باعتبار أن هذا الحزب يملك أغلبية البرلمانيين، يملك أغلبية المنتخبين، من أجل نزع هذا الستار السياسي وخلق أزمة سياسية ربما كان البلد في غنى عنها، وهو ما أفاض الكأس نهائيا. لم يكمل عبد العزيز 3 أيامه في نواكشوط إلا وهو داخل المبنى الجديد للحزب مترئسا اجتماعا للجنة تسييره التي شكلها كما يرى المراقبون على مقاسه، مؤجلا انتخاب هيئاته حتى عودته إلى البلاد بعد خروجه من السلطة.
اجتمع العبد العزيز ليلا مع اللجنة. استمر الاجتماع حتى ساعات الفجر الأولى. خرج المجتمعون ببيان لم يحمل جديدا إلى الساحة. حدثت خلال هذا الاجتماع شبه مشادة بسيطة بين الرئيس والعبد العزيز والدكتور عبد النم حول الرأي الذي قدمه للنم فيما يتعلق بارتباط الحزب الحاكم بالجالس على السلطة. أعتقد إن كانت أزمة بدأت مع عودة الرئيس السابق محمد عبد العزيز ولقاء ذاك بلجنة تسيير حزب ليبيار، لجنة تسيير هذه المؤقتة، ولقاء بياسر من الناس الأخرى المنتسبين ذاك الحزب، وقامت همات يعني ما يسميه الناس هذه أزمة المرجعية. أزمة المرجعية أنا أعتقد عنها أزمة نشبت من لا شيء. انفض اجتماع العبد العزيز بلجنة تسيير الحزب لتبدأ خطوات رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني ويعلن لمقربيه عن إطلاق حملة ضد سلفه في تصريح قطع الشك باليقين وغير مواقف قادة الحزب. برلماني حزب الاتحاد يجتمعون ويعلنون القطيعة مع العبد العزيز ويؤكدون أنه للغزواني هو المرجعية الوحيدة للحزب، لتتتالى البيانات من مختلف لجان الحزب وهيئاته. والعبد العزيز يرفض خطوة وللغزواني ويصف تصريحاته بغير الدستورية ويؤكد تمسكه بحقه في ممارسة السياسة وقيادة الحزب الذي أسسه في 2009. كانت تلك التصريحات خلال اجتماع مع بعض قيادات الحزب، لكن هذه المرة في منزل الرئيس السابق. تم الوصول إلى بعض ملفات في تقديري أنها اقتصادية وليست سياسية. هذا الوتر الحساس هو ما ربما أغضب الرئيس السابق محمد العزيز، الذي يعتبر أنه منح لصديقه السلطة وأنه من غير اللائق أن يحرم من بعض المزايا المعينة السياسية أو الاقتصادية أو تهميش المقربين أو غير ذلك. ومن عاد لأزمة داخل الحزب خرجت عنه، ما كان فيما تياهي رسمية إيحاء بأن الرئيس أنه يعود يختير يعود الحزب يتعلق به، والرئيس رئيس الدولة ديمقراطيا قد لا يكون له صلة من قريب ولا من بعيد الحزب، لأن الأحزاب قائمة بذاتها وعندها مثلاً تنظيمها اللي تسير عليه وعندها مثلاً دائرتها اللي تشتغل فيها، ورئيس الدولة ما هو رئيس حزب، رئيس الموريتانيين كاملين. خطوة العبد العزيز الأخيرة كانت الضربة التي وضعت آخر مسمار في نعش العلاقة بين الرجلين، ليبدأ للغزواني في خطواته اللاحقة وغير أمنه الرئاسي وحتى برنامج الاحتفاليات المخلدة لذكرى الاستقلال، مكتفيا بحفل رفع العلم الوطني وتقليص استعراض عسكري منظم بالمناسبة، والذي ظل مقعد العبد العزيز في منصة مدعويه شاغرا وكأنه كتب عليه أن لا يحضر الاحتفال المنظم في مدينته الأم. طبيعة الصراع بين الرئيس محمد عبد العزيز والرئيس محمد الغزواني يشبه في بعض أوجهه صراع محمد عبد العزيز مع محمد البعمات، فأغلب الأسلحة التي يمكن أن أو الأوراق التي يمكن أن يستخدمها أي منهما ضد الآخر ستؤثر عليهما معا، نظرا للعلاقة الوطيدة بل الشراكة خلال العقود الأخيرة. في يوم وصول الرئيس محمد عبد العزيز إلى نواكشوط تم توجيه إليه بعض النقاط غير ودية، كان أولها هو بيان المعارضة المقربة في هذه الفترة من النظام، وكان بيان يطالب بالتحقيق معه، ثم مقال من رئيس لجنة السياسات بالحزب الدكتور عبد الله النم الذي اتخذ موقفا قبل أيام مقرب من غزواني، وهذا المقال كان صريحا وكان في موضوعي كان صريحا في موضوعي أن المرجعية هي غزواني. من الصعب جدا تصور أن هذا النوع من الصراع أنه يخرج عن السيطرة أو أنه ينتهي، وفي الغالب لا يبدأ إلا إذا لم تجد أطرافه أي مخرج أي منفذ آخر لتسوية خلافاته، وإذا بدأ من الصعب أن يحسم، لأن كلا الطرفين يجد صعوبة في توفير سلاح يؤثر على خصمه دون أن تطاله شظايا هذا السلاح.
عادوا للغزوان إلى العاصمة. اجتمع جناح لعبد العزيز من قيادات لجنة تسيير الحزب الحاكم. رفضوا التصعيد وأكدوا أن الحزب يجب أن لا يكون مرتبطا بأشخاص، ووصفوا قضية خلاف المرجعية داخله بالحق الذي أريد به الباطل. هذه القضية اللي طرحت علينا، اللي هي قضية المرجعية لا حق أريد به الباطل. على كل حال اللجنة واخلص ذاك البيان ولا بيان اللي تداولت قالت هاي غير النصوص الحزب، هاي غير النظام الأساسي، اللي هو قانون رأي المديور منه انه يوجه النقاش في داخل ذي الورشات اللي كانت مفتوحة، فهو أكثر منه. مناوي الرئيس السابق لم ينتظر يوما واحدا ليجتمعوا بقصر المؤتمرات في العاصمة ويعلنوا رفضهم لتصريحات الثلاثة الذين خلفوا وتمسكهم بولي الغزوان كمرجعية ومشروعه الانتخابي، داعين المجموعة الخارجة إلى العودة إلى السرب. ونختار ذكر أعلن هاي الجدلية التالية اللي خلقت، أعلني لا أعتقد أن ذكر وماضينا القريب وحزب سياسي لين يعود حزب سلطة، معناه أنه هو ذراع سياسي الرئيس السلطة التنفيذية اللي هو رئيس الجمهورية. بين مواقف السياسيين والفرقاء داخل الحزب الأكبر بالبلاد كان الحديث عن وساطة بين الرئيس وسلفه حديث الساعة في موريتانيا لتبدأ الأوضاع في طريقها إلى التسوية. اجتمع بيجل والهميد أحد بيادق والعبد العزيز في الحزب وأكبر داعميه مع الرئيس وللغزواني ليعود للقاء والعبد العزيز كرة أخرى، ويبدأ الاحتقان الذي ساد منذ أسبوعين في الانحسار، ويجتمع أعضاء لجنة تسيير الحزب ويسمون الأمين العام للجنة محمد العبد الفتاح رئيسا لها بعد رفض رئيسها السابق الدعوة للاجتماع. المجتمعون حددوا 28 من شهر دجنبر موعدا لانعقاد المؤتمر الثاني العادي للحزب لانتخاب قياداته وسط صمت من أنصار الرئيس السابق. نجح محمد الشيخ الغزواني الذي وصل السلطة في الأول من أغسطس في الخروج من ظل سلفه محمد العبد العزيز، الرجل القوي الذي طالما رأى فيه الكثيرون بوتين موريتانيا، وانتظر آخرون عودته بقوة أكثر، حيث كان صمت الرئيس الحالي خلال الأشهر الأولى من حكمه مؤشرا لدى الكثيرين ممن توقعوا سيناريو الحكم في روسيا بصبغة موريتانية. فنحن نعرف بأنه منذ بداية الحملة التي دخلها رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني ظلت هناك أصوات تنادي بأن الرجل مجرد بيدق بيد الرئيس السابق محمد العبد العزيز، وتمثل ذلك من خلال تعيين الأشخاص الذين أداروا الحملة والذين كانوا باحتساب البعض مجرد أشخاص مقترحين من الرئيس السابق، وأنه كان وحده من يدير الحملة، وبأن الثغرات التي وقعت في الحملة ناتجة عن تنازع الإرادات عن الرئيس الحالي، عنه يمتلك من الكياس ومن قبرته ساكنة بشكل ما يختير، يعود الأمور فيهم مهلاً تبعريص، ولا فيهم مثلا يوسر مثلا من الإثارة، ولا يوسر من الحركة، ولا يوسر من القيل والقال، إلى عاد كان فمشي واحد عن خطره وذقده. بعد نجاح رئيس الجمهورية محمد ولي الشيخ غزواني لم تسكت تلك الأصوات، بل ظلت تردد نفس السيمفونية ونفس الأغنية بأن رئيس الجمهورية أنه مجرد مواصلة لمسار، وأن برنامجه إذن ضرب حائط بهذا البرنامج الذي أعلن عنه، وأن البرنامج الرئيسي هو البرنامج الذي طبع تلك العشرية الماضية. لكن خطوات ولي الغزواني ومنذ إعلان ترشحه كانت لدى آخرين مؤشرا على خلاف بين الرجلين،
ربما كانت السلطة المطلقة لولي عبد العزيز هي أساسه حتى قبل وصول رفيقه إلى السلطة. فرغم صداقة وشراكة وزمالة الرجلين، إلا أن ولي عبد العزيز استأثر لنفسه بجميع السلطات. لم يعد من سبيل لعلاقة طبيعية بين الرجلين على الأقل في الأمد القريب، وكل إشارات تقول أن الخلاف بينهما حاد وأنه لا يتعلق بالسياسة. كان واضح أن ولي عبد العزيز لديه الكثير من الأوراق، وخلال أكثر من سنة تقريبا من منتصف 2018 ظهر الغزواني كمرشح للرئاسة وكأنه أداة بيد عبد العزيز، لكن بعد التنصيب كان واضح أنه الغزواني بعلاقته بالمؤسسة العسكرية، بعلاقاته السياسية، بالطيف الخليط الذي دعمه سواء من داخل حزب اتحادنا للجمهورية أو من أحزاب معارضة سابقة، فضلا عن ميزة التناوب السلمي على السلطة، أنه أضحى يمتلك أوراق يمكن إذا أراد بها التخلص من هذه الشرنقة وفرض إرادته أن يفعل. الرجل خبير بتهاليس القضايا الأمنية، فهو قائد أركان الجيوش في السابق، ويعرف من أين تؤكل الكتف كما يقولون، ويعرف من أين قال لك الباب اللي تشيك منه الريح سده واستريح. بدأ كين هبدت كي قال الرئيس تنطلق مثلا قطارها يمشي مثلا مخطط معين، والله ما ظهر لي عنها صالح عنها تلاركات يا هي تدير البلد زوب عن جديد، ذاك اللي خلق الى عاده اللي خلق يمشي، انا بعد ذاك التعاطي اللي خلق معه اللي هم مطابق عنده. في تقديري ان الخلاف يعود الى بدايه الحديث عن مؤمريه ثالثه، حينما حاول بعض مقربين من الرئيس عزيز تحويل هذه الفكرة من فكرة نظرية إلى أمر واقع، هنا بدأ الرئيس غزوان يحرك أوراقه وضغوطه، وأعتقد أن الأمر تم إشهاده بسرعة من خلال البيان الرئاسي المعروف. كان خطابه للغزواني في الأول من مارس خطوة أولى للخروج من رحم نظام رفيقه، يجسد ذلك مع وصوله للسلطة بالقطيعة مع نهجه وتعاطيه مع المعارضين. بالنسبة لي كان السيناريو واضح، أنه لا يمكن أن تستمر السلطة برأسين. قبل 3 أيام من تنصيب محمد الغزواني كتبت على صفحتي في فيسبوك أن الأشهر 5 المتبقية من 2019 ستكون حاسمة في العلاقة بين الرجلين، لأنه مصدر القرار يجب أن يكون واحد، وأحدهما سيفرض على الآخر هذه الإرادة، وأنه هو مصدر القرار، وأنه هو الرأس، وأنه هو صاحب القرار الأخير في البلد. واحد من ذاك اللي قال له استمرار النهج والمسار وغير ذاك، طالب منها شعارات تم تجاوزها، وأصبحنا الآن في مرحلة جديدة. رئيس الجمهورية هو الحاكم الفعلي وليس هناك حاكم آخر. ماذا يستفيدان من إظهار خلاف بينهما؟ لا أتصور مصلحة واضحة لأي منهما في ادعاء هذا الخلاف أو في ترتيب شيء عليه، سواء هو في الحقيقة يؤثر عليهما معا أكثر مما ينفعهما. يظهر الرئيس عبد العزيز يعني يكشفه ويقضي على إنجازه بتسليم السلطة بشكل سلمي، ويهز نظام الآخر وهو لما يثبت أقدامه في السلطة. الرئيس الجديد الرئيس محمد والشيخ محمد أحمد ظاهر لي على أنه هذا ما هو أسلوبه، والرجل دائما حسب ما أعلم عنه أنه دائما يختار مثلا الأمور تسير بحسب ما تسمح به النظم وذاك اللي تسمح به القوانين، ولا يبقي ذاك من الظهور كامل في كل شيء، يختار السياسة تمشي عليه يمارسوها الأحزاب بالشكل يلا يمارسوها به وهكذا. زيارة الرئيس الأخيرة بعد جوجة زيارته إلى سيدي بابي، خروجه اليوم لتدشين وضعي حسن أساسي مخرج البرلمان، إشارات أنها بداية حكم الرئيس محمد الغزواني، وأن ما قبل ذلك كان حكما تشاركيا بين الرجلين. ما بين الأمس واليوم وحلم ولي عبد العزيز بالعودة إلى قيادة المشهد بالبلاد وخسارته لبيادقه الذين أصبحوا ما بين خارج من الساحة ومناوئ له في أدنى الدرجات،
تضحت معالم مشهد جديد بدأ الرئيس العاشر لموريتانيا يرسم من خلاله تاريخا خاصا به، معلنا للموريتانيين أنه ليس مجرد ميدفيديف، ويطوي صفحة ولي عبد العزيز حتى إشعار جديد.